والجميع بدون شك ينتظر المباراة الثانية غدا، والثانية دور نصف النهائي. وخطيرة هذه الكرة، وهدف ثالث. سورين المدافع يسجل الهدف الثالث، يا للروعة. إذا سورين من الخلف يأتي ويباغت بذلك مدافع منتخب كولومبيا. فرق كبير إذن بين الأرجنتين وكولومبيا في هذه المباراة. وكان منتخب أخيرا تحرك المدرب إذن مارسيلو، هل يريد الثأر لهزيمة بوينس آيرس 5-0؟ يجيء من الخلف، لكن يبدو أن الكرة كانت سبقت اللاعب. لم نشاهد اللقطة كما ينبغي. ما يكون سورين إذن سعيد جدا، خوان بابلو سورين سعيد جدا.